سلوى يا بنتي. الحمد لله يا عم، الحمد لله. ازيك يا بابا؟ ازيك يا سيدي؟ ايه يا ابني؟ يعني تروح تتجوز من غير ما تشور على حد؟ وكمان جايبها وجاي في وشي كده من غير لا احم ولا دستور؟ هو مش حضرتك قلت كل واحد يجي ومعاه مراته؟ طب ما هي مراتي زي سلوى بالظبط، وكله بشرع ربنا.
يعني انت مبسوط كده ورايق لما هنت مراتك وهتخرب بيتك بايدك كل ده عشان ايه؟ شوف يا بابا، جاي سلوى تزعل، حد تاني يتضايق، لكن انا راجل يعرف ربنا. على الاقل لما بعاشر بعاشر في الحلال، ولما بختار ست بختار ست محترمه. تقصد مين بالكلام ده يا ثابت؟ مش فارقه. ها عرفت هتعمل ايه؟ عارف يا حاتم بيه. يلا تتكل على الله وتدخل بسرعه، بس اسمع زي ما رفعت بيه قال لك تنفذ بالظبط. ماشي يا زغلله؟ تمام تمام يا باشا. امسك يا زغلله. ماشي يا باشا ماشي. ايه يعني ساكتين؟ محدش فتح بقه وقال كلمة. يعني هنقول ايه يا بابا؟ دي املاك حضرتك، حضرتك بقى كتبتها باسم ماما الله يرحمها، باسم اي حد تاني، في الاخر ده ورثك وانت تتصرف فيه زي ما انت عايز. انا عايز اقابل الست فردوس لو سمحت. خير. عبد الفتاح زغلول، موظف الشهر العقاري يا فندم. افتكرتك، انت اللي جيتني المستشفى. هات الورق اللي معاك. لا ما ينفعش يا حاج، الورق ده يخص الست فردوس شخصيا. الحاجة فردوس تعيش انت؟ معقولة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف. الباقية في حياتك يا فندم. حياتك الباقية، شكر الله سعيك. سلمني الورق. لا يا فندم، الورق ده ما ينفعش ان انا اديه لحضرتك، ده ورق مهم، ورق املاك ومشروعات واصول بمئات الملايين. المفروض دلوقتي ان انا اسلم الورق للورثه. واحنا الورثه؟ هات وريني العقود دي. ورثه ايه؟ وعقود ايه اللي انت عايز تاخدها يا ماجد؟ دي كلها املاك بابا واحنا متنازلين له عنها من دلوقتي حالا، مش ده كلامكم؟ لو سمحت يا مديحه مش عايزين تسرب. هات يا استاذ الورق، انا برضو من الورثه. ايوه حضرتك، كل اللي قدامك دول الورثه، بعد اذنك ادينا الورق. ماجد ثابت، الراجل ده يدي لبابا الورق دلوقتي حالا. طب ليه بقى الكلام المتسرع ده؟ ما نستلمه احنا كمان. هو مين فينا اللي متسرع؟ انتوا كده غيرتوا كلامكم ولا انتوا مالكوش كلمه؟ ما تزعقيش، احنا اخواتك الكبار. من غير خناق، الراجل ده ممكن يسلم العقود لبابا ما فيهاش حاجه، ما هو بابا برضه من الورثه. بابا مش من الورثه، بابا صاحب الحق في كل حاجه، ومن حقنا احنا كمان، احنا اولاده، اولاد المرحوم الله يرحمه. استاذ الفاضل بقول لك احنا اولادها فاحنا الورثه، خلينا نشوف العقود بعد اذنك. بقول لك ايه تاني؟ يعني بنقول لك هات الورق فيه ايه؟ يا ثابت صلي عليك بالراحه، احنا الورثه. عايز ايه؟ انت بالراحه افهمك. هتجيب الشرط اللي انا عايز اقوله. خلاص قلنا لك هم الورثه. ايه تاني؟ ما احنا قلنا لك كل يا سيدي. قلت لك براحه ثانيه واحده، احنا اولادها والله يا حبيبي. احنا الورثه. انت مش قلتش هات الورق للورثه، ما احنا الورثه اهو. فاهمك ازاي؟ بقول لحضرتك احنا اولادها. عايز ايه تاني؟ اه يا عبد الله، شفت بنفسك وفهمت عيالي حصل لهم ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا يا استاذ. احنا اصحاب حق اكتر من اي حد، ومحدش بقى يضحك علينا ويبلفنا ويقول لنا بابا وماما. ليه يا ثابت ليه؟ ما هو بابا اصلا هو اللي جايبنا هنا عشان يقول لنا على كل حاجه. مين قال انه هيضحك علينا؟ بابا قال لنا لان الموضوع خرج من ايديه، وكده كده كنا هنعرف، ولولا كده ما كانش قال. ثابت لو سمحت ما تقولش كده، انا عايز حقي ودلوقتي. ما كل واحد ياخد حقه بقى ونخلص. بس لازم اعلام وراثه. مش مشكله، عمو ليه الربع والثلاث ارباع يتقسموا على ماجد وثابت ومعهم مديحه. اعلام وراثه ايه وثلاث ارباع وربع؟ وانتوا هتورثوا بابا وهو حي؟ وانت مالك انت؟ ايه علاقتك بالكلام ده كله؟ انت فعلا بني ادم ما عندكش ذره احساس. ما هو اللي يبيع اهله علشان وسخته وقرفه فعلا انا ماليش علاقه بيك. هي ثابت، ما تهدي يا سلوى، انتوا كده هتوقعوا، ده لسه يا دوبك قايم من العيا، حرام عليكم. واحنا عملنا ايه ده كله؟ والله ما انتوا حاسين انتوا بتعملوا ايه؟ نسيتوا كل اللي بابا عمله عشانكم اول ما شفتوا شويه فلوس؟ مش ممكن،
مش ممكن الحاج يتعمل معاه كده. مش قادرين تستنوا لحد ما الحاج يقف على رجليه؟ انتوا لا يمكن تكونوا بني ادمين ابدا. اطلعي انت منها يا سلوى. سيبنا لك الادميه انت. ممكن تهدى يا ثابت بعد اذنك. واهدي انت كمان يا سلوى. واهدي يا حبيبتي. اهدوا كلكم يا جماعه. يا جماعه احنا كده كده عايزين ايه؟ عايزين بابا يستريح. خلاص يبقى نقعد معاه ونتكلم، ولو عايز يشتغل يشتغل. ليه يا ثابت؟ ده اللي حصل للحاج من ولاده النهارده ده يا بابا لا يتقال ولا يتحكي. ده ولا اللي بنشوفه في الافلام. طب ما انت اللي حصل معاك انت كمان ينفع فيلم اكشن اجنبي. احنا ربنا سترها معانا النهارده. عندك حق يا بابا، فعلا ربنا ستر الحمد لله. ده لو كانوا اتاخروا عليا شويه بس كان زمانهم موتوني، وكان زمانكم بتاخدوا العزا فيا. الف سلامه عليك يا بنتي. الله يسلمك يا بابا. لو الواحد كان دايما بيسمع ان البوليس بيجي بعد ما يكون القاتل خلص على الضحيه. مظبوط، بس الضابط حمدي السعيدي ده هايل في منتهى الذكاء، كان حاسب كل خطوه بيخطيها. خلاص احنا نروح له نشكره على اللي عمله معاكي. هم طبعا يشكروا بابا على اللي عملوه، بس ده شغلهم برضه. وبعدين ما هي بنتك اهي مساعداهم هي كمان، يعني هي اللي تستاهل الشكر. اللي بيعمل خير يا رأفت ما بيستناش شكر من حد. اختك طول عمرها جدعه. ربنا يديك يا بنتي على قد حلاوه روحك وجدعنتك. ويخليك لينا يا حاج. الو الحاج وصل؟ يلا تمام. تمام رنيم. الحمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله على السلامة. نورت المجموعة يا حاج، نورت الدنيا يا باشا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حاج، نورت الشركة. الحمد لله على السلامة يا حاج. نورت مكتبك يا حاج. حد دخل المكتب ده غيري يا عبد الحميد؟ في الحقيقة ثابت وماجد بيه ما كانوش لسه زبطوا لهم مكتب، فقعدوا هنا كام يوم. حال حال وكانوا بيشتغلوا؟ بصراحة هما الاتنين كانوا شايلين المجموعة. كويس. تأمر بأي حاجة؟ لا أنا هطلع أعمل لفة بره على المكاتب، وعلى ما أعمل كده تجيب لي عطلة وسليم وصبري. تحت أمرك يا فندم. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. بالله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا بنتي. ايه ده؟ هو مش مكتب العلاقات العامة كان تحت؟ ده مكتب سامي بيه الدرمالي مدير العلاقات العامة الجديد. هم نقلوه من ساعة ما سامي بيه مسك. سامي بيه؟ أمال الأستاذ عمر راح فين؟ بسرعة وحياتك من غير تأخير، والورد يكون فريش. آه صباح الخير. طيب طيب. مع السلامة. مع السلامة. أهلا أهلا يا حاج، ألف حمد لله على السلامة، نورت. الله يسلمك. أنت بتعمل إيه هنا؟ أبدا، الجماعة طلبوني أمسك لكم العلاقات العامة، ودخلني أسيب حاجات كتير، والله كل ده عشان خاطرك أنت بس يا حاج. أصلني على مكتبي. الحمد لله ارتحت من المراقبة. إحساس صعب قوي تبقى ماشية في المستشفى وحاسة إن مليون حد بيراقبك.
سواء من بتوع العصابة ولا من بتوع البوليس. يا ساتر، هم البوليس كانوا مضايقينك في ايه؟ ده انت تحمدي ربنا. الحمد لله انا ما قلتش حاجة. لكن الحقيقة بقى بتوع البوليس طلعوا معاكي تمام قوي. يا ريت كل الضباط زي حمدي السعيدي ده، ما كانش يبقى في اي مشكلة في البلد. عندك حق، ده ضابط كويس قوي. لا ومركز جدا. عارفه انا في الاول ما كنتش واثقه فيه، وكنت خايفه اللي يغرقني ويوديني في داهيه، لكن طلع ظابط 100 100. قولي لي بقى، لو المجرم كان استفرد بيكي والبوليس ما كانش جنبك ولحقك بسرعه، كنت هتعملي ايه؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كنت هقعد عافر وارفص واضربه ويضربني واعمل كل اللي في ايدي، وفي النهايه كنت في الاخر هبقى مجرد خبر وصوره في جرنان. وهلا بقى تمسك الجرنان وتبص فيه وتقول يعني يا رحمه يا حبيبتي انت كنت طيبه. ايه ده الكلام ده بعد الشر عليكي. كنت هتعملي ايه يا هاله بجد لو كان حصل كده؟ يعني كنت هعمل ايه بقى؟ يعني يا ستي كنت هتخلصي مني وتبقي ساعتها مديره المستشفى. يا سلام، وانت فاكره لا قدر الله لو كان جرالك اي حاجه انا كنت هبقى مديره من بعدك؟ اه طبعا، مفيش احسن منك، ده انت اكتر واحده تصلح تبقى مديره في المستشفى دي. انت كده بقى تخليني ازعل من البوليس. ليه؟ مش شايفين شغلهم كويس؟ لا انا هزعل منهم عشان شايفين شغلهم. لا صحيح، اصيله اصيله يا هاله. انا زعلان منك قوي يا سامي بيه، واستغربت كمان لما لقيتك في مكتب العلاقات العامة. ايه يا راجل ده؟ بقى بالذمة دي شغلانة تناسب مقامك؟ يعني انا قلت فرصة بقى اساعد بيها الاولاد. لا 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 يا راجل، يا راجل تساعد مين يا راجل؟ ده تضيع وقت على الفاضي. ده انت لو عملت اي حاجة تانية تبقى افيد، اتمشى في النادي مثلا يبقى افيد، انما تقعد في شغلانة زي دي؟ لا 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 يا سامي بيه لا. يعني ايه؟ يعني ما احبش اشوف نسيبي قاعد في شغلانة زي دي. فأرجوك كبر دماغك وسيبك من الشغلانة دي خالص. يعني أفهم من كلامك ده أنك بتطردني يا حاج؟ لا سمح الله يا سامي بي. يا راجل بقولك أنت نسيبي يعني مش غريب، المجموعة تدخلها في أي وقت، لكن بالنسبة للشغل أحب أشوفك مالي مركزك، إنما علاقات عامة وكلام فارغ ما ينفعش. أيوة بس ماجد جابني وعملوا معايا عقد ووظفوني. يا راجل دي عيال صغيرة ما تفهمش حاجة. يعني إيه؟ لما انت بتفكر في حاجه زي دي يا سامي بيه ما قلتليش ليه من زمان عشان اشوف لك حاجه تناسب مقامك. على العموم انا هشوف لك بس بعدين. هات قهوه لسامي بيه يا ابني. لا شكرا انا مش هشرب حاجه. سلام. حاجه حلوه قوي، يمشوا راجل كفاءة وخبرة وماسك السوق كله في ايده ويجيبوا لنا موظف حكومة سابق ما يفهمش أي حاجة في الشغلانة بتاعتنا. أنا خايف بعد رجوع الحاج للمجموعة إن احنا نخسر علاقتنا بثابت وماجد. آه كده بقى ربنا يستر ويفعل بيه. وأنت بقى ناوي عليه إن شاء الله؟ ولا حاجة، هستنى لما أشوف هيحصل إيه. بس معقولة ماجد وثابت هيسيبوا كل حاجة ترجع زي ما كانت؟ ده في الأول والآخر أبوهم يا رفعت بيه. أبوهم إيه؟ يبقى أنت ما تعرفهمش. الله، يعني إيه بقى؟ يعني ماجد وثابت دول هيبيعوا ابوهم عشان مصالحهم. مصالحهم ايه بقى؟ كش مالك المره دي جت اوت. لا يا حبيبي انا عارف بقول ايه، وبكره هتشوف. يعني لما كانوا فاكريني مش هقوم من العيه تاني وقفوكم عن العمل، ولما خفيت ورجعت صالحوكم. لأنهم عارفين يا حاج إنك لما ترجع مش هترضى بالوضع ده. والله أنا ما كنتش هزعل، كنت هفرح قوي وأقول فهموا إن الشغل ما فيهوش مجاملات، لكن مجرد ما خفيت ورجعت رجعوكم وصلحوكم. والله يا حاج إحنا مشينا وقتها على عنينا وما كانش في إيدينا حاجة نعملها. قول لي يا متر. أمرك يا حاج. السؤال بقى، موقفي هيبقى ايه من الاداره؟ للاسف اول ما هيعملوا اعلام الوراثه التركه هتتقسم حسب الشرع. نصيب حضرتك في تركه المرحومه هيكون الربع، اما بالنسبه لاولادك ثابت وماجد فنصيب كل منهم هيكون 30% في تركه امهم. اه طبعا كده يبقى نصيب اي حد من الشباب اكتر من نصيب حضرتك. لما كنا بنعمل عقد تاسيس المجموعه حضرتك كنت رئيس مجلس الاداره باعتبارك المالك الوحيد للمجموعه. فاكر انا قلت لك ايه ساعتها يا حاج؟ نحط بند يحفظ لك حقك في رئاستك للمجموعه، وحضرتك قلت لي لا. كنت فاكر اني بحط لهم نظام يمشوا عليه بعد ما اموت، ان صاحب النصيب الاكبر هو اللي يدير. طبعا كان ثابت وماجد في الحاله دي هيبقوا قد بعض.
قلت يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويمشوا الشغل. لكن مين بقى كان في باله ان اللي حصل يحصل؟ طب وهنعمل ايه دلوقتي يا حاج؟ ورطه وحطيت نفسي فيها. واي ورطه يا حاج؟ ما تشوف لنا مخرج يا استاذ. المخرج الوحيد بعد اعلام الوراثه نطلب منهم يعملوا لك توكيل باداره المجموعه، والتوكيل ده لا يلغى الا بوجود الطرفين. الوارد والمرتجع والموجود في المخازن مظبوط جدا، وهتلاقي حضرتك ان شاء الله كل حاجه تمام في المستشفى ان شاء الله. تعال يا دكتور اتفضل. او مش فاضي اجيلك بعدين؟ لا لا احنا خلاص خلصنا. اتفضل. مالك يا رأفت؟ متلخبط قوي يا رحمه. متلخبط من ايه؟ النهاردة جالي عرض اني اسافر اشتغل بره، وفي فلوس كويسة جدا. طيب مش تخلص الدكتوراه بتاعتك الاول وبعدين تبقى تسافر؟ ما هو ده اللي ملخبطني. يلخبطك في ايه؟ طب اعمل ايه يعني يا رحمة؟ واحد زي هنا هيعمل ايه؟ مهما اجتهدت هوصل ليه في الاخر؟ ولا حاجة. اكيد لما تجيلي فرصة زي دي لازم افكر الف مرة. الف مرة؟ للدرجة دي الفرصة كويسة؟ جدا يا رحمة. مرتب قد اللي باخده هنا 3 مرات، شغل منظم، يعني هشتغل عدد ساعات اقل، يعني هقدر اعيش حياتي كويس. والفرصه دي جايه لك في اي بلد؟ في الخليج. يعني شغله بس؟ تقصدي ايه بشغلي وبس؟ يعني اقصد لو جات لك الفرصه دي في اي بلد اوروبيه كنت هقول لك سافر، لان كان هيبقى عندك وقت تشتغل وتدرس وكمان تكتسب خبره. هتلخبطيني اكتر يا رحمه. رافض الموضوع مش محتاج لخبطه. الظروف يا رحمه، الظروف هنا تلخبط اي حد. بعدين خلاص بقى زهقت من مشاكل الدكتوراه والاساتذه، بجد جبت اخري. هي لسه المشاكل دي ما حلتهاش؟ بتقل يا رحمه، لكن انا كمان طاقتي بتقل يوم عن يوم. يا حبيبي الحياه صعبه، بس انت كمان لازم تبقى صبور. فكر كويس قوي. انا عن نفسي رايي انك تخلص الدكتوراه بتاعتك وبعد كده يحلها الحلال. وقدامنا بكتير قوي شهرين هكون اشتريت الارض وبنيت عليها العنابر وجهزتها للشغل، وخلال الفتره دي هكلف مهندس ديكور ان يعمل لي رسومات جديده للبوتيك علشان اعمله معرض، يعني يعرض منتجات المصنع. ده هايل، وانا هجهز المكن والتجهيزات اللي تعمل واحد من اهم فروع مصانعنا في مصر، وانا عملت كل الاجراءات القانونيه، يبقى نقدر ناخد من انتاج المصنع للموسم الشتوي الجديد. المهم ان حضرتك تحضر لنا المبلغ ال 2 مليون جنيه عشان نشتري الارض اللي هنبني عليها. هايل جدا. هجيب لك منين بس 2 مليون جنيه؟ نعم، انت ناسي انت ابن مين ولا ايه؟ والله ال 2 مليون جنيه دول ممكن تعتبرهم حفله نظمتها الشركه او اعلان باظ في التلفزيون. يا ست كفايه علينا شغل المجموعه، عايزين نشوف حياتنا بقى. هنفضل مقضينا شغل في شغل في شغل في شغل يا فاكي؟ اه قول بقى كده، عايزني انا ابقى الشغاله في البيت وحضرتك البيزنس مان. بيزنس مان ايه بس؟ انا نفسي مش عايز اشتغل اصلا. ما هو بقى ده اللي انا خايفه منه. يا حبيبتي ما هشكيش ايام كده الروقان والفرفشه، رجعينا بقى الايام دي تاني. كل حاجه هتحصل بس بعد المشروع. طب وماله؟ اديني بس كده 6 اشهر ولا حاجه وهعوضك ان شاء الله. ماجد انا هاخد الفلوس من حد تاني. حد تاني؟ مين ده ان شاء الله؟ حد بيزنس مان. فاكي انا فعلا معيش المبلغ ده دلوقتي. بص بقى يا ماجد، انا هديك فرصه 3 4 ايام بالكتير قوي، وساعتها بقى تكون الفلوس جاهزه قدامي. اوكي؟ هاي يا جماعه، ايه اللي حصل؟ ثابت وسمير جم ورا بعض ودخلوا الحاج، وماجد في الطريق. تفتكر هيقدر يقنعهم؟ الموضوع مش موضوع اقناع يا صبري، يا هيوافقوا يا هيرفضوا من اصله. النهارده يوم تاريخي وهيتوقف عليه حاجات كتير قوي، ربنا يستر. ايه ما عندكوش تعليق ولا ايه؟ هنقول ايه بس يا بابا؟ حضرتك كتبت كل حاجة باسم المرحومة، والمرحومة ربنا افتكرها. يعني يا بابا يبقى الوضع على ما هو عليه، انت ابونا ودي ممتلكاتنا،
ومش فارقه، وبعدين حضرتك مش مخلينا محتاجين حاجه. يعني عندكم استعداد تتنازلوا لي عن حق الاداره؟ من غير ما تسال يا بابا، حضرتك رجعت وهتدير الشغل طبيعي. لا، انتوا لازم تتنازلوا لي عن حق الاداره بتوكيل لا يجوز الغائه الا بموافقه الطرفين. وماله؟ يعني ما عندكوش مشكله، ده شغلك وانت رجعت له. خلاص، وانا في اخر كل سنه ماليه وبعد الحسابات الختاميه هوزع الارباح حسب النسب، طبعا بعد خصم اي مبالغ هتسحبوها. كمان ده احنا عمرنا ما كنا نحلم بكده، يعني هنقعد نتفرج وكمان ناخد فلوس. ليه يا حبيبي؟ ما هي في الاخر فلوسكم برضو، ورستوها عن امكم ورستوها عني. المال مالك يا بابا. طيب انا هتفق مع المتر عطله عشان يعمل لنا ميعاد في الشهر العقاري نروح سوا. وانت يا سمير مش عايز تقول حاجه؟ انا شخصيا يا حاج ما عنديش اي مانع، بالعكس، لكن هي مديحه يا صاحبه الحق في الموضوع ده، انا هسالها وهي تقرر تعمل ايه. خليك متابع يا حميد كويس قوي اللي بيحصل في المجموعه النهارده، يعني ممكن يكون اهم حاجه بتحصل لنا. يا رفعت بيت طمن، انا صحي قوي ما تقلقش. ما هي اما تعدي وناخد وضعنا اكتر من الاول 100 مره، يا اما نضيع يا ابو حميد. اطمن اطمن يا رفعت بيه، ما تقلقش. وقد ايه المبلغ اللي انت عاوزه يا سيدي؟ حوالي 2. 2 ايه؟ مليون. ايه؟ مصري مش دولار. يا سلام يا بابا، ده مشروع العمر بالنسبه لي، وبتهالي ان نسبتي تغطي المبلغ ده كويس قوي. وانت يا ابني فاكرني هفك المجموعه دي فلوس عشان نصرفهم؟ نعمل ايه؟ ظروف الحياه والشغل. طب ولو قلت لك ان المبلغ ده مش موجود؟ لا بابا معلش، ما ينفعش تقول لي كده، انا فعلا محتاج المبلغ ده. المجموعه ما فيهاش سيوله بالحجم ده. ما فيهاش 2 مليون؟ لا فيها، بس مش عشان الشركاء ياخدوهم، ما هو زي ما انت طلبت في غيرك هيطلب، وساعتها بقى لو قاعدين على خزنه البنك المركزي هتخلص. معلش يا بابا، ده اول طلب ليه. انت عارف يا ثابت بيه ان انا ليه حدود في الصرف؟ انا عارف ان مالكش حدود، بتصرف لحد 1 مليون جنيه. ماشي، بس هو فين البنك دلوقتي؟ طب ما خزنة المجموعه فيها، ولما فيهاش تبعت تجيب بكره الصبح من البنك. انا ما اقدرش اصرف اي مبالغ الا في حاله الطوارئ بس. وماله؟ طب ما هو في طوارئ. انا تحت امرك يا ثابت بيه، بس صرف مبالغ بالطريقه دي لازم تكون معتمده. خلاص، كلم بابا وهو هيقول لك تصرف لي اللي انا عايزه، وانا همضي لك على اللي تقول لي عليه. انا برضو لسه رئيس المجلس بالحكم اللي معايا. الو. ايوه يا رفعت. مين ثابت؟ عاوز 1 مليون؟ لسه اخوه طالب 2 مليون وهو 1 مليون؟ ايه، ما كانش قادر يصبر يعني لما يسالني؟ هقول لك ايه يا رفعت، انا اللي جبته لنفسي، اديله ان شاء الله يخربوها. ازيك يا ابراهيم؟
ازيك انت يا شيخ غزال؟ وحشني يا راجل. عامل ايه يا طيب؟ تعبان. الدنيا مغلباك يا طيب؟ والله يظهر انا اللي مغلب نفسي يا شيخ غزال. ما تخافش يا طيب، ما تخافش على متاع الدنيا، وارجع لعشك من تاني. عشي؟ كل الباترونات والموديلات هتيجي من اوروبا، وهم هينفذوا هنا زيها بالظبط. اهم حاجه بس الفينش بتاعها. لا ما تقلقش من الموضوع ده خالص، نفس الخيط والقماش والمكن، حتى العمال انا ما قبلتهمش خالص غير لما نجحوا في الامتحانات اللي عملتها الشركه العالميه. طب ده هايل جدا. ميعاد مروحك معاهم للشهر العقاري امتى؟ اتفقنا على بكره. في حد فيهم عنده مانع؟ كلهم موافقين. امال فين المشكله؟ المشكلة يا عبد الله ان انا خايف اكون لبست نفسي بلوى بالطريقة دي، يعني هم هيشايلوني المسؤولية كلها، وبعدين كل واحد فيهم هيقعد يطلب في فلوس، وانت عارف خد من التقل اختل. ما هو لما هتبقى المسؤولية في ايدك يبقى وزعها زي ما انت عاوز. وانا ناوي اعمل كده يا عبد الله ان شاء الله، بس انت ما تعرفهمش يا عبد الله، الواد من دول بيطلب الطلب ويقعد يلح 100 مرة. الو يا سابت، انا كلمتك كذا مره. بابا كلمني، انا كنت بس بفكرك بميعاد شهر العقاري بتاع بكره. ماشي يا معلم، يلا باي باي. ايه هتروح الشهر العقاري؟ تفتكر يا بابا ماجد وثابت هيصدقوا مع الحاج بكره ويعملوا له التوكيل؟ اكدب عليك يا بنتي لو قلت لك اعرف ايه اللي هيحصل. الراجل قلقان ومش شايف تحت رجليه، بس هم ولاده برضه وهو أدرى بيهم، مش أنا بقى اللي هيكون عندي البصيرة. ربنا يهديهم عليه بقى ويبطلوا عمايلهم دي، ده الراجل استوى منهم. يا ريت يا ريت يا بنتي، الراجل طلع من العاية على موت الحاجة ومش حمل أي خبطة تانية، خصوصا من ولاده. حكم خبطة الولاد دي بتوجع قوي. صح يا بابا عندك حق. ده رأفت جاءه. يا اهلا بيكم. ازيك يا بابا؟ ازيك يا رب؟ اهلا. الحمد لله يا رب. حبيبي باركوا. ايه تمام؟ اقوم احضر لك العشاء. لا 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 مانيش نفسي، خليكي قاعده. مالك في ايه؟ شويه ارهاق كده. طيب اخش انا كده اغير واريح شويه. عن اذنكم. اتفضل. ماله رأفت؟ مش كويس كده، ولا بياخد ولا بيدي في الكلام. انا عارفه يا بابا، هو محتار في عرض السفر اللي جاله، مش عارف يسافر ولا يقعد، هو ده اللي شغله. انا هدخل اتكلم معاه شويه واشوف ايه الحكايه، وانت ادعي له يا بابا. يا رب ربنا يوفقه ويسعدك يا بنتي. ربنا يخليك. ما قلتش ليه ان الحاج هتاخر؟ انت جبتنا بدري قوي يا صبري. ما انت عارف يا عطا الحاج دايما يجي بدري. اهو الحاج وصل اهو. صباح الخير يا صبح. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا عطاء. صباح النور. الحمد لله بالسلامه. اوراق جاهزه وكله تمام؟ كله تمام وكله جاهز يا حاج. الرهوات يظهر لسه في السكه، عشان اول ما يجوا يخلص على طول، عايزين نشوف اشغالنا. امرك يا حاج. صباح احلى حب في الدنيا. تسلمي ليك. القعده هنا حلوه قوي، من زمان ما فطرناش مع بعض.
تعتقد حضرتك انهم هيجوا؟ لا. طب تحب حضرتك نعمل ايه؟ ولا حاجة، روحوا وانت خد السواق وروح، انا هتمشى شوية. كلمت يا بنت في ساعتها، كنت حصلته على الشهر العقاري بدل الحوس اللي احنا فيها دي. طبعا هكلمه على المحمول، بس افرضي بقى قافل تليفونه، هنعرف مكانه ازاي؟ طيب يا مديحة يا بنتي، ربنا يسهلها ونوصله ان شاء الله. ايه يا بابا في ايه؟ امو عبد الله ما يعرفش حاجة، ده لسه قايم من العيا، هم عايزين يعملوا فيه أكتر من كده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حبيبتي جربي مرة تانية على المحمول، جربي يمكن يرد عليك يا بنتي. لسه مقفول. ليه بس القلق ده يا حبيبتي؟ هو تلاقيه عاوز يقعد مع نفسه شوية فقفل تليفونه. إيه دي يا مديحة؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله. قول لي يا رفعت بيه، هو احنا المفروض كنا نعمل لبابا التوكيل؟ لا يا ماجد بيه، التصرف اللي عملتوه هو التصرف الوحيد الصح. مش كده؟ طبعا، ولازم تبقى عارف كمان ان الاداره ما ينفعش فيها اي عواطف، والاجراء اللي انتوا خدتوه هو اجراء سليم 100%، وفي حاجات تانية لازم تعملوها. زي ايه؟ انتوا دلوقتي كلكوا شركاء، ونسبتك انت وثابت بيه اكبر من نسبه الحاج حتى لو كانت معاه مديحه هانم، علشان كده لازم تقسموا التركه وبسرعه، ولازم كمان تعزلوا الحاج من رئاسة مجلس الإدارة، علشان ممكن بين يوم وليلة ممكن يعمل أي قرار إداري أو مالي ويضركم. وده يحصل إزاي؟ بالمحكمة، ولازم يحصل بسرعة قبل ما يعمل أي حاجة ما تكونش اتفقتوا عليها، وبالذات بعد اللي حصل بينكم النهاردة. صح، عندك حق.